يلقى وجيه بمسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا. لا ما العافية تبونه تبونه ايه 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 على ابوي ابشر الله اليوم ينتهي البث من هنا نوم يا من جد كاشخ قلت لا والله كاشخ قال لي خلاص انا اكلم ان شاء الله الاخوان وانا يا عيال فارس الطلب يا محمد اي صح بعدكم نط تبي تشاركنا شارك مرحبا انا افا وين هذا الرزق يا ابو خالد والله انا عصافير حنا لا خلاص نزوده ما تدخل هذا مو هذا ربع بعدين هذا ربع الله يجزاك خير حبيبي حبيبي نبغى حمص بغداي طيب كم مطر كاملة يا دجاجة كاملة هذه نص احنا طالبين نص اي كذا نص دجاجة كاملة اي طيب سؤال حطها نص خذنا مية عند برجان يلا طلعنا الله يعجبني بداية بداية اي بس صدقوا لو حط نص دجاجة والله يغني ايوه شفتوا انا خاف جيب النص عشان تطير هي فاهم في نقصة عيال نقصة على مخك تعشت أدايت يا وائل وائل أدايت المجيد أدايت أدايت الربع أدايت 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 أنا 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 حبيبي الله يكتب أجرك يا رب يوفقك ويرزقك نبغى تنوعون بلا كثير الحمد لله الله يعني لأن توكل كشري وأنت أختم الكشري من دون راح اللي تاكلوه يا شباب اللي تاكلوه يسجل بندر العين اللي تاكلوه طيب اللي تاكلوه يسجل بندر العين ما في داي طيب هات هات له هات له عطني اجل عادي له ما احتاج عيال وعطني الخبز بلا معك عيال فارس والله داخل داخل الله يهديك يا فارس معنا اي معنا يا رب الطوير شنات حبيك طوير من وين الله يبارك فيك الله يبارك مبروك الطير تعال والله تعال الطير والله يا عيال اشتغلوا شغل يا عيال ابراهيم من الرعب يا عيال فارس وين يا عيال تلقى يسولف انا اعرف لا قال واحد وقف وسولف مبكر شباب ابغى الاداره ابغى الاكل يتنوع الاكل يتنوع ما انا بكره الاكل يتنوع على فكره نبغى البقوليات اكثر البقوليات اكثر يا شباب واي واي بكره الاكل تعال اخلص يا ولد والله يسأل عنك لين قلبك والله العظيم اقلت الحين والله الحين احترم عادي عادي خدمات منير منير تدري منظمة منير هذا رجع كيف خدماتهم رجع طب انا اقفل المحل تشري صراحة اني اقدح ايش بلدي ما عندي كشري فيه هاتف نطلب يا عيال يطلب الله اني ما ادري شايف كشري يا عيال صدق الرئيس بلدية
توقع اني تكفينا ترى. ابوي باسم هاي تبعتنا انت. اه حبيبي والله صد. لا 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 معليش يا طيب. اكثر من نعمل قدامك يا عيال. بكره. حط عيال. خلاص منير. تبي خبز خبز خبز. تبي خبز. لا عادي عادي. مجيد عادي. تاكل عادي. لا 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 الخبز البر العادي ما يفرق مع السكر. في بريطانيا في محل كشري يا ولد مو طبيعي. وين؟ في بريطانيا مو طبيعي. وين بالضبط عليه بسرعة؟ بيكاديلي سيركس. شو وين؟ شارع بيكاديلي سيركس. شو اسمه؟ بيكاديلي سيركس. مدينة الضباب. والله أنا في بالي والله بس أحتي لك من خلص. حسب الله. طب حرام العيش كذا. طيب. والله طيب ما شاء الله. اي والله. ما شاء الله كل شيء. رزقنا تشوف شلون رجع. اي والله. احس اني لو اطلع بالقرية ما باكل الا من الناظر، تعودت عليه. والله خير حلو بس. عندكم هنا بالشرقية صح؟ شرقية. فارس من الشرقية صح؟ عندي بس عجا 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 ها؟ بساطة حضرت عجا 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 تعال عجا لا تطلع يا ستاف انا عافي اضرب انا عافي يا شباب صوت صوت انت كم كم هذا كم؟ 4 ما شاء الله الله يزيدهم ان شاء الله فيها فراخ فيها سلطه فيها كل شيء ايوه شانو كله قول بدك تاخذ عربي على بيتي بس هذا ما دفع شيء عندي انا يا ميت معك ولا مثلا بس بدايه حوم الحين كذا هي حط يدي مخبات اقسم بالله سوى مبلغ انا بلحق تجيت قبل المدير قلت له يا عيال قلت عشوا يا عيال قبل المدير والله راحت على بالها والله قلت لكم انت كنت تلعب ناديت مجيد تلعب وين؟ كنت تلعب تنس بس اسمع ذي والله خلاص يا منير يعطوني كشري ما شاء الله ما شاء الله دروجهم مليانه ما شاء الله ما شاء الله كرمه والله انه ما يعطيني بالحب يعطيني بكرتون قال مؤونه حرب دي والله 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 انه يعطيني بكرتون ما شاء الله خذوا مؤونه تطلعون اقسم بالله انك صادق فكيت الثلاجه لقيت حليب ولبن اقسم بالله والله يصيب عقلك والله انا شكنا بكات البيت اما عندي احساس بالبيت عطى الطيب والله يا عيال ما شاء الله تبارك الله بس عليك ما شاء الله على مين؟ عدتو ما شاء الله على مين؟ تو ما حتاش والله يا منيف لو توقف ثلاجة لبن حليب جميع انواع التغذية مؤونة حرب على قول محمد اقرب اقرب يا مساعد اقرب محمد المسعود محمد المسعود يقول مؤونة حرب والله انا صادق كم طلعت ذيك له؟ عشرة تتذكر يوم حرب الخليج؟ كلها بعد ما تتذكر يوم حرب الخليج؟ لعبت يوم حرب الخليج؟ لعبتها؟ لعبتها؟ لا تدري ان الدرايش كان ياخذون عمره سنتين الدرايش كان ياخذونها كزباله كان ياخذونها كزباله كان يحطونها على الدرايش عقب ما يعني
وش اسمه ايتها الدنيا اذكر الكمامات موجودة عندنا بالبيت كانوا يحطون اكياس مشروب غازي لو سمحت اكياس اكياس زبالة الله يكرمك السود هذه على المدرج عشان الغاز ويجيبون اكياس الرز يجيبونها والطحين نص دجاجة بعشرة الموائل يوم قال كثر لي من البقوليات حسن ما يفهم شو معناتها ياخذ بي علموني لو سمحت ابغى كل يوم وجبه قدرني من البقوليات ها رز ودجاج كل يوم لا تدري شيء فول فول بيض جبن بيض بقوليات لا تعتبر البقوليات من اللي حطه من ضمن البقوليات؟ اي حطه الثاني بعد بيني وبينك 10 اصوات بيني وبينك 10 اصوات يا اخوي وايل قايل ب 10 تعال لا وايل وانت هذا النص ب 10 لا 15 اصحك شلون؟ اصحك 10 اي طيبنا طيب نص نص كله ب 10 دقيقة اي والله نص نص والله نص دجاج مركبين اخر شيء نقول طلعنا من المرجان هذا تعالون ابو علي تعالون عبد الله بن دهنه يمجي مرجان يعطي الغداء تعال تعال كم تحسبها بندر بندر حق بندر انت بتحسبها وشو هذا هو حاسب اصحى بخمسه ما هو خلاص خلاص ما عليك على سعره بزين ما عليك بزين مسنع مسنع لا لا من هو ذا اللي حسبه كذا اللي حاسب من هو ابو عزيز ابو عزيز تعال تعال تسعد ماذا ما شاء الله ما شاء الله عزيز تعال صدق الواحد اللي جاب يسجل لا ما قلنا نص دجاجه ب 10 ها ما قلنا نص دجاجه ب 10 ترى يمشي لا هو يقول كل واحد 5 ريال ولا لا لا خلاص لا لا خلاص الواحد ثلاثه انكم اخذتوا صح لك واحد ثلاثه زيد ريالين ريال حسابي يا سلام ما انت كلام ابراهيم خلاص والله مو ريال انت تتكلم عبد الله علي ترى يحبك الله يعطيك مليانين كلهم الله يبيض وجهك بندر 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 تعال يا ولد عمي تعال يا ولد عمي ايش تبي؟ هم مسجلوا خمسه قال هم يطلبوا خليها بريال والله لا لا والله لا والله قايل لنا ب 10 10 انا انص قايل لك اي انص هو جاب لنا زياده هذا هذا اسمع اسمع منين هو متعدل كل شيء مبارك نزل عند الغدا يا منين يا منين بندر يا ولد عمي بندر لا لا عاد كذا نخسرها اسمع يا مني غطيت ها والله ما هو مجانا خلنا نغطي اول شيء يا زين حول يا عيال احبه تعال خلنا نغطي اول شيء خلنا نغطي والله مهم اذا غطيت عقبه ما عندي مشكله نبه كلك كلك كله هو مسجل خمسة والله كلك كلك كل كل واحد يدخل ياكل لين يشبع بيرين ايش تبون؟ كل لين يشبع اكله بيتري صوت ايش؟ انت ما سالت ما اعرف لها يا اخي والله ما اعرف لها تسمع 9300 اقول لك جاي من الاخر اقول لك جاي من الاخر والله ما بياخذون عندي احساس والله العظيم اذا نسوي حاجه غلط ما ادري ايش انا عندي احساس اي انا احس اني اسوي حاجه غلط ما ادري ايش يبي يوم تطلع البث غلط وجه غلط او شيء في غلط ممكن ممكن مشيتك ما تعجب الاداره ممكن كلام لا يعني مثلا اعلمك حاجه طيب الحين ماذا انت خاف في المرور واحد يومي يوم من عندك بحث خاف يومي صح خلاص نفس الشيء حسيت ابراهيم جاوبت على ثلاث اسئله خلاص صرت حكمه عندها أربعة حبيبي أربعة والله أربعة والله دايم الخامس خطيت فيه اذكر الله يا ليت خطيت فيها كلها ولا الخامس اللي ما خطيت فيه ليه؟ أسهل واحد صح؟ موسى وإبراهيم عليه السلام مالا بالمشاكل يا أخي مالا بالمشاكل إبراهيم انسجن إبراهيم عليه السلام انسجن في مصر وين؟ انسجن في مصر إيه حلو؟ موسى عليه السلام كان في يوم شاله من ما دام هذا راسك فيه علم ليه كلهم داخل إبراهيم؟ داخل ابراهيم زخم والله مو لندن لا انا رحت لندن مسوي مسافر عرفت؟ اي لا لا ليش يطلع غلط؟ اسمع اسمع لا لندن لا بعيدة بعيدة يا الله قهرتني وانا ما اعرفها اجل لو جاء هذا في جار اجل لو جيت سؤال الجار وش بتسوي؟
دور دور دزنا جاكيتي. عبد الله بن دفن لسع. عبد الله بن دفن نسى في جبهته وتحت. ايش قال؟ لو جاك سؤال على قدك، على قد عقلك. على قد الوزن. يا صف الله يوم يطلع البرايك. والله والله انت يوم جاوبت غلط لندن. والله انه نط من قبي قبي يعني قبي يعني غبي قبي قبي والله قال قبي قبي وغلط هذا قمه العصبيه. انا جاوبت فزت فرصتك لندن طلعت غلط ايش اسوي له؟ قلت لندن غلط. طاهر بدل الله يلوم اللي يلومني ترى البرايم اول واحد يطلع في البرايم. شوف بقول لك شيء، شفت لا ذكر اسمك قال لك برايم اول مره تطلع في البرايم يا اخي رهبه بشرك انا خلاص. ثاني مره لا، لكن من اللي تورط؟ من اللي تورط؟ عبد المجيد الفوزان الثاني مره يوم انه بقي هو ايه ثلاثه. خايف انه اتصال ترى الاتصال الاتصال باختصار نكبه. طب صفوا من طبعا صفوا من الثاني اربعه فجاه كذا اسكت الموضوع بالله. صبري صبري بالله زين اكشخ اكشخ. بس الصراحه لحظات الوصول الى البراين من يوم ما تقرا النمونيه ثم تقف فوق المسرح ثم تنصفق بمبلغ ثم يرجونه يا اخي بالدبل والله انه سلمت يا قلبي. انا لو شفت من اليوم لساعته ما حسيت.